بغيت أسألك، هذا اللي يشتغل معك شلونه؟ زين ولا مو زين؟ زين، وايد زين بعد. بس ليش تسأل؟ ألو، توني واصل، أنت وينكم؟ أوكي، يلا داش. خالد؟ خصوم؟ أنت وينك؟ وين أراضيك؟ وين كنت؟ سلام بابا. يا هلا، ما يبي نام، أنا بكرة بدي شغل. إيه سكتيهم، قولي نام، قول كله نام، يلا باكر مدرسة. أنا أقول بابا، بس هما ما يبي نام. زين يلا يلا، أنا الحين جل عن خيرهم الحين يلا. هذا منو؟ معلش عندنا شغل وايد، بعدين انت عارف اكثر. تفضل استاذ خالد، تفضل. عن اذنكم زميلاتي العزيزات، عن اذنكم. عفوا، قلم. شكرا. أسعد الله صباحكم جميعاً. هلا. يوم سعيد إن شاء الله، يوم كله خير وبركة بإذن الله. شلونك؟ زينة إن شاء الله. أهلاً وسهلاً أستاذ خالد، من فضلك أبيك في مكتبي شوية لو سمحت. إي فارس طلب مني أن أجرب أحب أختك. شنو شنو شنو؟ إلهام الله يخليك هدي. أنا ما درست من أخطائي على الناس، كلها أخطاء، لكن بيدروه رجعتي؟ شلون طلع مع رفيجاتك؟ ان شاء الله استانستوا؟ تمام الحمد لله. زين تعالي تعالي بحنيش، توني مخلصه. لا ما احب ريحتها. او ليش؟ زين تعالي بحني ايدك. ايش فيك؟ فيك شيء مو؟ لا ايش فيك؟ مو صاير شيء. بس بروح انام. تصبحين على خير. صباح الخير. هلا حبيبتي، صباح النور. ما شاء الله عيني عليك بارده، مبين اليوم النفسيه غير. الحمد لله اليوم اخيرا بشوف الياهال وبقعد بلمهم واشمهم وابوسهم طول اليوم. حبيبتي الله يجمعكم ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله. زين قعدي شوي اكلي. لا يما ما يمدي، ما بتاخر عليهم، باي. يلا مع السلامه، حظك الله. هلا هلا حبيبتي، شلونك مار؟ حبيبتي هلا حياتي. انت تعال 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 تعال، انا ولهانة عليك. يلا تسلمي. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام. يا 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 ايش هالزين كله؟ ما شاء الله عليك، طول عمرك أنيقة. بعد قلبي، أمس طلعت مع الياهال، رحنا للألعاب ومطاعم، ما خلينا شيء ما سوينا أمس. خوش، زين سويته. بدرية، شلون العيال؟ إن شاء الله نفسيتهم أحسن الحين؟ الحمد لله، بدأوا يعتمدون على نفسهم، بسم الله عليهم. وصار وضعهم أحسن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يبلغك فيهم إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. إن شاء الله كلكم وصلتوا. جايبت لكم فطاير تهبل شريفة. شكرا. روان تفضلي. اكلي اكلي حبيبتي. بدرية. خالد تفضل. مشكور كل هذا. اي هذه طيبة جبن. ما انا ما احب الجبن. في اكو غيره؟ في سبانخ اعتقد. سبانخ ممكن. إيه؟ ممكن. اعتقد في سبانخ. تفضل. عليك بالعافيه. الله يعافيك. واذا ترى براون بدي يكون احسن حق صحتك، ترى انا متعوده دائما اسوي لهم كذي. لا يعني العافيه اللي يبي ترى اكو وايد بعد. اي لا تفضل. تفضل. ايه ابا انت من صدق تتكلمين عن هذه؟ سهله. وايد ما عندك سالفه، خلينا نشوف. أول مرة أشوفك من أخذت التلفون وأنت مبتسم وتضحك. توني متعلم عليه. أوكي حلو عيل، خلاص عطني انستغرامك والسناب عشان أضيفك. لا ما نزلت ولا برنامج للحين ولا سويت لي حسابات، هذا بس واتساب. أوكي. يما انا قلت في المحكمه ان انت عندي في البيت وانت اللي راح تدارين الياهال. بدري اذا ثبتت ان انت مو عندي راح تاخذ عيالي مني. اي وتاخذهم. اي والله وانا شكو. انا كافي علي، ربيتك وكبرتك وكثر الله خيري وما قصرت. هنو بعد جايب لي هم عيالك عشان اربي واكبر لعيوني. يما ما راح تربينهم ولا شيء، انت راح تشرفين عليهم بس، يعني انت مديره في البيت وعندك الخادمه هي اللي تطبخ وهي اللي تنظف وهي تغسل لهم، انت بس تشرفين عصاتك. قوم اقعد بس. خوش والله جايب لي فزاعه ولهم. لا يا يمه حشاك مو كذي قصدي. والله انا ما ادري ايش اللي حادني، اهد بيتي وحياتي وجيراني واروح اجاب عيالك. اي والله مو انت بقيت اليهال من البدايه ها وقمت الحين تتاقز بالمحاكم اكلها. يمه الله يهداك، جيراني وجيراني مزين جيرانك عاد، صفطنا عند بابهم طقوا علينا الباب ولا فشوا التوائر. يبا سمع يلا بالخير، ايش رايك تجين عندي واعطيك 100 دينار كل شهر؟ اقول خلاص انا اقول مثلا مثلا كسر وجهك. خلاص اي والله خوش بعد جايب لي خدامه لا ومعاش بعد حلوه هذه. خلاص خلاص والله. زين شو الحل يعني؟ شو الدبره الحين يعني؟ ايه ماكو شيء، اروح بس ب 200 200 دينار. 200 دينار؟ ايه لا انت مع الخدامه احسن. اي شو تقول انت؟ لا لا خلاص ولا شيء، خلي ولا شيء ولا شيء، خلاص خلاص ولا شيء. اذا يبون تقومي انت الحين وما يصير خاطرك الا طيب. اقول 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 انا ما ينضحك علي بكلمتين. 200 يعني 200 200 200 اذا ايش رايك تخلي 250 وتشيل الليله كلها؟ انت طالع لا 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 خلاص 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 يبون 200 خلاص 200 والله هذا اللي بذبحه الحين. لا لا خلاص قبل تغير رايك هذا اللي بطقه الحين عاد صدق والله. خلاص اي والله Thank you.
عليكم السلام يا هلا. ما شاء الله عليك، كل اللي خذيتي له علاقة بالرسم، أكيد أنت مدرسة رسم. لا بس هواية حبيت أجددها الفترة. هذا بعد رسم. إيه حاضر. أتمنى لك التوفيق بهوايتك. شكرا، بعد هذه رسم. هذا حاضر. حسابك كله 32 و400. إيه تفضل. حياك الله. حياك يما، حياك حياك، تعالي يما، حياك 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 يما، حياك تعالي حياك. يلا تعالوا تعالوا سلموا ماما عودة. يلا تعالوا. هلا هلا حبيبي، هلا هلا فيك. يلا هلا هلا يما ويدتي. هلا هلا متأذون يدتكم. هلا فيك. سمعوا كلامها. حياك يما، حياك حياك. يا الله حياك. جانو بابا تعالي، ودي ودي هذا جنطه من المدام. تعالي ودي هذا جنطه، ودي داخل. متنامين حياتي. ايه بتنام متأذيها. لا لا توديها الدل. سمع كلامها بروك عذاري، اي شيء تقول لكم يدتكم تسمعون كلامها. تبي شيء يما؟ سلامتك يما. جانو. نعم ماما. روحي سوي عشاء حق اليهال. زين ماما. صدق والله مبارك. ايش هالكم انت؟ معيب عليك؟ لا والله عبالك استعبط معك انا علمك. ايش قصدين؟ شو عبالك انا مينونه ما اشوف؟ اي انت مينونه. لا بس ولا كلها هيك؟ ما تسمعين انت هيك؟ ما تسمع قاعد اصارخ؟ زفيه هو غلطان، يرد علي ردود يا هالي بالانستغرام. اوه استيكم يلا حجرتكم يلا يلا يلا. كله تزفيني. يهدي ان شاء الله يهدج. عذور عذور يا هدفي. ما تسمعين قاعد اكلمك انا؟ اصلا انا غلطان اني قاعد اشرح لك شنو سوى مبارك. سمعي زين، لا تقعدين تصرخين علي، لا شفتي هالعصايه اكسرها على راسك. انا ماني خدامه عندك، سمعتي؟ يدتي انا اشرح لك. اي داز انك ما تضحك، دزيت لها فيس الخرق بس. لا انت ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تخربط؟ اهو يلا 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 فيكم هناك يلا على حجرتكم. زفيه هو الغلطه مو انا، انا الغلطه الحين. ها جعلك جانا جعلك. روحي شوف ايش صار. كله منك كله منك انت. سكتي. وي ابوي شنو فيه؟ وي شنو فيه؟ امي سريته بالحمام. وي وي يما لا لا انا خلاص تعبت. لا 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 ل
اقول بعبد الله هلا، ايش رايك الحين ادق على العيال واقول لهم انتوا وعيالكم باكر تتعشون عندنا؟ من زمان ما تجمعنا كذي. شورك هدايه الله، خوش شور هذا. حيلا صار هالشكل باكر اجيب لكم اللحم وبالحديقه نسويها شوي باربيكيو. خوش، وانا علي التتبيله. لا ذاك اول، الحين كل شيء متبل خالص. ام بغيتي عرايس، ام بغيتي شقف، ام بغيتي ريش، كباب اللي تبينه متبل ذاهب. العيال عليهم الشوي، قولي لهم يقولوا ابوكم ما عليكم الا انك تشكون اللحم وتشوونه بس. ما شاء الله عليك شاطر في هالسوالف. وانا علي السلطه والحلاوه. والله انت الحلاوه. دقي دقي عليهم. الله وناسه، من زمان يا ابو عبد الله ما تجمعنا. والله ودنا، لكن على قولت القايل لاهين بشغلهم وبيوتهم. ان شاء الله في الخير يا رب. امين. هلا يمه، هلا عبد الله. يلا تريقتوا؟ ما تقدر تاخر. يلا اصبر اصبر، ما تريقوا للحين. هم يقولوا ما يبون يتريقون. يلا خلصوني، لا تصيدنا الزحمه. يلا الله معاكم. صباح الخير. صباح النور. تفضلي حبيبتي. مشكورة يا عمي. شكرا. لا تفضل استاذ خالد. تسلمين تسلمين، ما قصرتي. يا حليلك يا شريفة والله. خالد لو سمحت ابيك بالمكتب عندي، ابي اعلمك بعض الاشياء. ان شاء الله ان شاء الله. خمسي خالد جاينا من زمان، كان رحمني من اشياء وايد. روان سالفه؟ شوف بعض الملفات هذه، شوف لما اسعد. اي اي هذا شفت. نعم، ايش عندك؟ ايش تبين؟ ليش ما تطقين الباب؟ شلون تدرعمين كذي؟ اسفه بس انا حبيت استاذن اليوم بكر. ليش؟ عندي عزيمه بالبيت. اي روحي عادي، روحي.
مشكورة أستاذة قصون. ما أدري يعني بعض الناس كذي يعني ما أدري لما تتعامل معاهم ويأخذون عليك يتجاوزون حدودهم. خالف أهدي شوية ما خالف كل شيء يصير. إي بغيت أسألك خالد، أنتوا للحين في البيت اللي آخر مرة انتقلتوا له ولا طلعتوا منه؟ لا نفس البيت. إي زين، تصدق إحنا على طول أنتوا بس طلعتوا مني إحنا طلعنا وراكم عقب ما توفى أبوي الله يرحمه، لأن لقينا البيت وايد كبير علينا أنا وأمي فقلنا ناخذ بيت صغير. إي الله يرحمهم إن شاء الله. وزين وبيتكم سويتوا فيه؟ الحين هذا البيت اللي خليتيني نبيع بيتنا علشانه؟ يما ايش فيه؟ صغير. كم غرفة فيه؟ يما وين صغير فيه؟ 3 حجر، يمكن وايد علينا بعد 3 حجر انا وياك. حسافة على بيتنا القديم بس. حوش ايش وسعة، ومطبخ ايش كبرة، ومكان براحة ما شاء الله، مو هالبيت اللي كنا سجن. تشكرني على القرض اللي ما اخذته، قاعده تقرطم وتحلطم. انت ايش قاعده تقولي؟ ولا شيء يما، ماكو شيء. ايش فيك؟ ماكو شيء. زين تعالي. وين باجي الفلوس مالت بيعه البيت؟ يما مو لازم اشتري اثاث حق البيت اكمل؟ زين واوراق البيع وين هي؟ شنو حراميه انا؟ قالوا لك حراميه، خلني اخلص شغله ويجيب الاوراق من المحامي. يبيهم. حسافة على بيت، ألف حسافة. أستاذة غصون وين رحتي؟ لا سلامتك، بس تذكرت المرحومة أمي. آه إيه الله يرحمها الله يرحمها. الله يرحمنا جميعا. عنذك أستاذة غصون. خالد مو كل مرة يعني نشوف بعض تناديني أستاذة. معك حق أخت غصون، معك حق. غصون لو مخليها أستاذة وايد أحسن. دي المعادلة الطبية اللي هتجي لكم إن شاء الله في الاختبار يا شباب. والاختبار اللي جاي ان شاء الله تشد حيلكم وتاخدوا بالكم من الامتحان، وان شاء الله هتبقى كله سهل يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. حاضرتين بس الطاقة. حاضر.
الله حبيبي حبيبتي يا العافية ما شاء الله عليك اليوم بديت بروحك أنا قلت أشب لهم الضوء زهبها لياو ما عليهم إلا الشوي بس زين سويت وأنا اتصلت عليهم بالطريق قالوا بياخذون اليهال والحين بيوني حياهم الله ما وعيالهم هاي الساعة المباركة الله يبارك فيك وأنا بروح أبدل ملابسي وبايك خير إن شاء الله على الفحم ذي ما يستوي أمر كن جاهز لا كل شيء لا خالص كل شيء إن شاء الله إيه؟ يلا حبيبي حياك الله هلا. الله يحييك يلا همي نفسك إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله ملتزم قاعد لي آخر دقيقة بالدوام ها؟ إيه مو بس أنا حتى بدرية إيه سلام. طبعاً إيه. صح حتى الأخت بدرية إيه. انت فيك شيء؟ والله انت ما يشوف سيارة هذا؟ لا انا والله ما يشوف شو معنا؟ بلا انا اشوف بس انا تليفوني طاح ولي البطل لا مو نايمة قاعدة انا بس تليفوني طاح سيارة هذا شنو؟ زين خلاص مو مشكلة سيارة تصلح هذا ايش فيه؟ انا ما بمشي هذا سيارة عبرني واجد هذا انكسر واجد اي مو مشكلة تتصلح سيارة ما يسوق سيارة ما يشوف انت اصبر انت الحين اي مو مشكلة الحين ادق على الشرطة يوني ومو مشكلة هذا ما ابي هذا مشكلة واجد عبرني هذا شوف يا رب انت ما تفهم انت ما تفهم قاعد اقول لك لحظة بدق على الشرطة لحظة دعمتهم وانا ما ادري تليفوني طاح خلاص 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 حصل خير حصل خلاص ايش تبي هذا ما سوي مشكلة واجد شوف 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 أنا قلت إن أنت نجيب إن أنت قلت إن أنت شنو صاير بالضبط؟ أبد أخوي كنت أسوق السيارة ومديت إيدي باخذ التليفون ورفعت راسي ولقيت سيارة أبوي ودعمت هذا اللي صار. سيارة قالت يجي وديكي بعد ما يجي هذا نفر من والله. كم لأختك؟ نزلت من السيارة بتطمن عليهم إذا حد تعور ولا شيء قاموا يصارخون علي شوي الأستاذ خالد وقف وجزاه الله خير وهو معي بالدوام كلمكم وتالي هذا. هو تهجم علي وبغى يطقني قالت هو يجي قالت يجي قدام يجي هذا شوف تسكت الحين ولا صرف معاك يعني شنو تهجم عليك؟ لا هو مو تهجم يعني هو رفع ايده كان بيطقني بس استاذ خالد ما خلاه يطقني صح صح هو يجي قالت هو يجي قالت صدقي بابا شوف هذا هو شوف هذا دم ليش دقيت شوف هذا دم يجي ليش هذا مسير هذا دقي انت هذا صدق هذا اللي صار؟ انت ما مديت ايدك عليها؟ ايه انت دقي انت دقي انت 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 قالت اختي ممكن تنتظريني برا وانت تفضلي برا بدي انتظريني برا هذا انت ما مديتك عليها ها انت دقيت لا ما طقيتك انا كذي انت ما مديتك عليها ليش انا مديتك عليك ما ادري ايش اقول لك يا اخي استريح شو اقول الحين الو هلا يمه هلا اي انا اسفه نسيت اقول لك اني انا طالعه اليوم ما اعرف ايش تي اتغدى اي لا 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 ما راح اطول ان شاء الله ان شاء الله مع السلامه تشبح
يعطيك العافيه استاذه. الله يعافيك. كنت ادري انك بترديه مره ثانيه، عشان كذي احتفظت لك بالكتاب. كتاب شنو؟ كتاب عن فنون الرسم بما انك هاويه رسم. اي شكرا، اكيد بيفيدني. انا محمد بدر صاحب هالمكتبه. اي والنعم. وانا روان موظفه بوزاره، والرسم مجرد هوايه. ايش اللي تحتاجينه اقدر اوفره لك؟ احتاج بس فرش كبيره. اي موجوده، بس لحظه اجيبها لك. شنو هذا؟ ايش صار؟ ما صار شيء. اكتبوا المحضر، وانت ما عليك الا انك تدفعين فلوس التصليح وبس، لا تحاتين. وزين وانت وين ماخذينك؟ ظاهر اني ببات بالمخفر الليلة. مسكين، ساعدني وابتلش. عذرين اختي ببنوت. اخوي ترى هذا ريال محترم وصارت مشكله وبنصلحها، يعني خلني ادخل الاغراض داخل. اسمحي لي اختي ببنوت، ادش الاغراض من النظاره. ايش فيك؟ خالد جد انا وايد اسفه، كل اللي صار لك الحين بسبتي. يا عزيزتي انت مالك شغل، خلاص انسي الموضوع، انسي الموضوع. شلون مالي شغل؟ يعني انت الحين وقفت عشان تساعدني، الحين ابتلشت كله بسبتي، كان الحين انت قاعد ببيتك وسط مرتك وعيالك. انا مو متزوج، دام اني ماني متزوج اكيد ما عندي عيال. انا بس انا وامي عايشين بروحنا. وبعدين اضطريت اني اكذب عليها اقول لها اني انا طالع الشالع مع ربعي، انا شالعت حاتي بس. زين الحين متى بيطلعونك؟ ما ادري ما ادري، بس الاخ المناضل مسوي تقرير طبي. تقرير طبي يقول انه طايح له ضرسين، ما ادري ضرس من البوكس تدرين، وهذا ما راح يجيب هالبر طبعا. انا متاكد انه ما راح يتنازل، يبي يستفيد. انت ما عليك، انا بخليه يتنازل، لا تحاتي. شنو؟ అది వస్తానంటుంది సూసియా ముక్కుకి దెబ్బ తగిలింది కదా, అది ఎవరిని అది మొత్తం ముఖం పగిలిపోయింది కదా, అదే శుద్ధి కానీ యాక్సిడెంట్ చేసేది కానీ అది వేసి వస్తుందా కొయటది గమ్మని రాత్తున్నారు కదా. సలాం మాకు సలాం లే సీజీని బాబా అని బాక్ 500 దినారు తనాజల్ అన్ కదియ లా మాయా బి అదా కసర్ అదా ముష్కిల వాజిద్ అవర్ని మాయరోదు అమ్మా బిషే ఇజన్ అన కులక్ అతికి 1000 దినార్ లా మాయా బి మా బిషే మాయా బి అన 1000 మా తబి సిను సవి ఎంత హనే لا ما يبي هذا مكسور واجد مشكله. انا جاي اعطيه 1000 دينار عشان يتنازل عن قضيه. هذا واجد طور ما يروح شغل، ما في دوام قاضي بيت على طول. هذا ما يبي 1000 دينار. ما راح 1000 دينار. شنو ما راح شغل بابا؟ ما يبي 1000 دينار. زين خلاص زين انا اقول لك، انا اقول لك انت اسمعني بس دقيقه. 1500 زين بابا. ما يبي ما يبي حتى 1500 ما تبي؟ شوف هذا كله كسر على شغل. انا ما يروح دوام ما في شيء. اي ما راح دوام شنو عرضه؟ زين انت ما تبي. مشكله واجد مكسور واجد. يلا يلا خلاص. يلا خلاص خلاص ايش فيك؟ زين بابا 1500 زين. لا ما يبي. انا صلح السياره، انا صلح السياره. ما يبي ما يبي فلوس، خلاص يلا يلا ما يبي ما يبي فلوس ما يبي.
يلا يلا ما يبي لا تشرب ما يبي يلا 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 تعال خلاص ما يبي ما يبي ما يبي خلاص يلا تعال يلا 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 اطلع ما يبي انت 1000 دينار ما يبي 2000 دينار ما يبي يلا باي